عند كل مفترق ومنعطف حاسم كان التونسيون يبتدعون التوافق، لكنهم في أيامهم هذه يبدو أنهم عاجزون تلتبس عليهم المخارج، ويبدو ما يجري أعقد من أزمة برلمان وحكومة وأكبر من صراع حول الرؤية والسياسة. فللتجربة كارهون، وهي ديمقراطية وليدة تتلمس طريقها، تصارع وتكاد تختنق، ومن يقبض على أنفاسها يد عابثة في الخارج تقول حركة النهضة، وتلك اليد راغبة في أن تقتلع الجذور لأن تخبو جذوة الثورة التي ألهمت العرب وأقلقت عواصم كثيرة في الإقليم. هكذا تشد وطأة الخلاف وتحشر الحكومة والبرلمان والبلاد نفسها في زاوية الخيارات الصعبة. وحين تختار تلك العواصم في ظن حركة النهضة مواجهة ديمقراطية ناشئة تتكئ على أدواتها نفسها، ففي هذه الأيام تقف عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر ندا لزعيم حركة النهضة، وهناك يعلو الصخب وتبتدع أشكال مستجدة وغريبة للاحتجاج، يصفها من ضاق بها بأنها محاولة لتأسيس الفوضى تسخر فيها وجوه من حراس النظام القديم لتقتحم على التونسيين عقر ديمقراطيتهم لا تميز أحدا، غايتها تعطيل البرلمان نفسه. وفي عيون آخرين تلك ربما من محاسن الديمقراطية أو من عيوبها، لا ضير، التونسيون لابد أن تعركهم التجارب ليصنعوا غدهم. لكن في خضم تلك التجارب هناك من يتصيد الفرص، يقول المحذرون. خرجت النهضة تستنجد بالتونسيين لحماية ما تقول إنهم كابدوا لأجلها، وخرجت أيضا تصوب التهمة للإمارات ومصر، وتلك التهمة من سيرة عداوة قديمة تمتد إلى سنوات الثورة الأولى منذ أن اختارت أبو ظبي أن تقف خصيما لثورات العرب وتندفع لمحاربة من تراهم الدخلاء الطارئين الذين لا بد من إزاحتهم وإسكات صوتهم. فما عاد سرا ما أصر به الرئيس التونسي الراحل الباجي قيد السبسي لمقربين أنه طلب منه ذات يوم استنساخ مثال مصر في سحق المعارضين، لكنه آثر الرفض، رفض منع عن تونس عون المال أملا أن يضيق حالها وتنصاع. فكانت تونس إذن الاستثناء الذي لا بد أن ينتهي، والانتقال الذي يخشى ويجب أن يتعثر.